محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة من صلى صلاته تحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته وتحلى بصفاته. رانا توجور في ولاد براهم اليوم رانا سبعة رمضان اليوم سبعة يوم سبع أيام سبع أيام رمضان 1445 وعندنا مجموعة مجانا هنايا بوج باريج مجانا كيف كيف واش راكم بخير وديما تشريو كل رمضان تجيو تشريو زلابية أنا كنت عام نجي أنا كنت شي فور أمبيلونس ندي منها لي مالاد تاع الدياليز عرفت عليه عندي السكر وأنا كنت زلابية بزاف بصح زلابية تاع ملح الله يبارك صح هو معروف يعني معروف زلابجي هذا معروف عنده وقت هو يخدم زلابية وقرون وقرون انا عندي مسلم 2009 وانا شفت 2009 دي بالمصبر اسمك شفتوه في الوقت هذاك وكل عام تجي لهنا قلت عام سواء رمضان سواء محرم رمضان بلاد بشير ابراهيمي كيما خليو باش واش راك حبيبنا لاباس بخير كالعاده زلابيه تاعو معنا ما نقولو معنا ما نقولو وزلابيه تاع الشعير واش ما تعطينا كلمه صغيره الناس اللي يفرجوا فيك صحه رمضانكم وكل عام وانتم بخير ان شاء الله يعطيك الصحه وانت اخويا صحة رمضانكم إن شاء الله تنعيدوا بالصحة ولهنا وإن شاء الله يتقبل منا ربي هذا الصيام والقيام إن شاء الله. آمين. واش بيه صدرك هذا واش بيه؟ ما تدخن بزاف وقت تكيف ولا ما تكيفش؟ تكيف. صح. ما تكيفش. صح روح كلمة صغيرة كلمة صغيرة أي. كلمة صغيرة. صافي خدمنا الكلمة. أيوا بنت الكلمة صحيح ولا غمدها. صحة فطوركم. صحة ربي يتقبل منكم إن شاء الله. آمين ربي العالمين. هذه هي زلابية تاع ولاد براهم. زلابية الشعير. مخروط هيا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كالعادة كل عام حنا في ولاد براهم وكل عام حنا نجيو لولاد براهم هنا دوبارة تاع ولاد براهم دوبارة تاع ولاد براهم الله يبارك وعندي حبيبي داود فهمت عند حبيبنا داود واش راك ديما قايم بالحاله كل عام وانت هكذاك وهرجو يا خويا هذا الفضل يجي ليك انت يا والله غادي يعطيك الصحه الان بلا مزيه بلا مزيه والله راه يعطيك الصحه معنا حتى مزيه يا خويا كي العاده حنا اجواء رمضان ديما نديروها كي العاده سناري اجواء رمضان في راس الواد في ولاد برام ثاني كي العاده رمضان اه كل رمضان هذا رانا هكذا في واد واش بعدها وشنا درناكم واش درتوه هو اللي ترى واش درتوه انا حبيت نشوف جديد برك اعطي لي جديد سنا راك جيتنا وجدنا شويه رطب بعد صلاه العصر زدنا فيها المردومه سنا هو راهي ترى مردومه تقليديه باش يشوفوها الشعب برك يشوفوها برك نسخفوهم برك ماش محلوله يعني ما نحلوهاش اسيدي غير مردومه غير هكذاك برك ياسر
هذه هي القنبلة. هذه القنبلة وراني شفت الدخان يخرج بها يطيب. هذه دوك على بالك كنت تكون الصورة في الريحة. هذه هنا درنا ثاني طنجية ثاني كذا اللي تسنى. درنا طنجية هذه. هذه بدنا راه نديرو هذاك حميس. حميس علف حميس. علف حميس. وهو جا الاخر هذاك الاستاذ. هو عنده اسمه ابو كثير. بكثير بشير بشير جاء الفيديو اللي كانت الحاله حاطه وانت نورمالمون راك جيتنا نورمالمون راك ان شاء الله جيتنا بعد صلاه العصر يا خويا بصح مرحبا بك معليش شوف شوف حنا كيما نقولوا حنا الحاله راهي مازالت كاينه غير غدوه ان شاء الله نجيوكم بعد صلاه العصر ومدايرين فيها ثاني ونوريو المردومه كيفاش راك تخدم وهذاك دايرين ان شاء الله واسمو عندنا هنا بوزلو هذا الزايدي اروع دقيقة والله نجي اروع الزايدي اللي راه قايم الحمد لله والله الحمد لله كي راكم بخير الحمد لله هاي ترى شوفوا ترى الشبيبة شبيبة والراي او يسربي هنا انا راي سربي كالعادة انا ندبروا هاك عجبها انا عجبها روح السيدة ارواح يا الكمون قالك الفايدة في الكمون فايدة في الكمون هاي بريباري في وحدة بشير قول لي بلي حبيت يطلع نعم لك شوية درهم خمس راهم عليك هذا ما يضرش ورد شفت البوطة هذي الله يبارك قال لك دعوة في الكمونة هكذا وزيد فيني عم دعوة بشير فيني والله هاي كمل لها ايوا هاك درت لينا زيد لها اللمسه الاخرى هذه هنايا ايوا يا شيخ شتيها حراره واش هذا مليحه مليحه الحراره مليحه البنا يا البنين مالا صافا فوت والله غالب بس الحمد لله نحمد ربي ونشكره واش تقول الناس اللي يتفرجوا فيك واش تقول لهم؟ واش راح نقول لهم صحة رمضانكم وكل عام وانتم بخير رمضان يعني وكش ما ديديكاس لفرنسا يا خويا ثاني ديديكاس لفرنسا الجماعة تاوعنا كامل لا فامي داوود لا فامي ميليزي المهم سنا رمضان جانا حلو ولكن نقصنا واحد الشهر نتاعو وحمادي الله يرحمه حمادي ربي يرحمه ربي يرحمه انا هضرنا عليه في رمضان انا هضرنا عليه انا ما عمرنا ما نساوه ما ننساوش ما ننساوش هذا هو الشيء اللي تاني كلش لاباس عليه يعطيك الصحة خويا كلمة صغيرة السلام عليكم رانا مع ولاد مع وليدات ولاد برعم واش راكم بخير لاباس كلمه صغيره في شهر رمضان المهم صحه فطوركم انا مع الاجواء الرمضانيه يعطيكم الصحه شكرا الله يسلمك وما صدفه لقينا مع نائب رئيس بلديه نائب رئيس بلديه راس الواد واش راكم بخير لاباس بخير كيف اجواء رمضان عندكم هنا مليحه رحمه ربي شنو كلمه صغيره الشباب اللي يتفرجوا فيك كلمه صغيره بما يخص التجاره راهي ماشيه بما يخص امور الترجيع المياه صالح هذا الشرب ثاني كيف راها مليحه رحمه ربي اللي ما قدرناش نلحقوا له بالعين نلحقوا له بسبب الاستثمار معك سلام خوك مع راك مع نشوفك مع وليداتك هذا مع وليداتك هذا ابنك هذا ابنك واسمك؟ ادم وانت؟ ها؟ وانت واسمك؟ ميمونة منينة أمينة أمينة واش راك يا أمينة؟ أتينا ناكلوا شوية معاك واش هي تاكل؟ إيه الله يبارك فراولة فريز أنا نقول فريز هنا نهضر
هاي مهم واش نقول لكم انا، صحه افطاركم وصحه سحوركم. وانا في ولاد برهم اليوم زرناكم باش نديروا فيها اجواء رمضان في ولاد برهم. مرحبا بكم، نجيكم انا، يعطيك صحه خويا. شكرا. بسم الله تاع خطرات اخويا، هاي زبابيه تاع ولاد برهم، هذه تاع زبابيه تاع ولاد برهم تاع الشعير. ها كما العاده واحد واحد يزرقت، ها وراه راه يزرق فيها، واحد يطيب فيها، وباقي لنا هذا لابرونتي هذا. واهلا بكم وصحة رمضانكم. واش راكم بخير؟ لاباس بخير؟ الحمد لله. هاي لي جون يا خويا، هادي زلابيات ولا برك؟ زلابية الشعير يا اخي. وهذا ستف يا خويا، ستف. وهذه طابلة تاع كبيرة، وهذا راه يضحك. كلمة صغيرة، أعطينا كلمة صغيرة. صحة رمضانكم. هاي هذا مكان بركة، هاي خير. هاي هذه كلمة صغيرة، وكلمة كبيرة يعطيها لنا، يعطيها لنا مرطابية بيضاء. مرطابية بيضاء تسمى هو الشيف، وطابلية كحلة هو تسمى لابرونتي تاعو، والباقي هادو خدامة هادو ما نهضرش عليهم. صحة رمضانكم، صوموا بالصحة والهنا. وزلابية الأدبار معروفة، اللي عنده يدي ما عندوش يدي. اهلا بكم. وتاع الشعير ثاني. الشعير ثاني. هذه زلابيتنا معروفة، معروفة من كل بلاصة. اهلا بك اخويا. مرطابية بيضاء ثاني، خرج الشيف الاخر، خرج. هو خرج من الله. بكم نجيك، واش راكم بخير لاباس؟ الحمد لله. كيما راكم تشوفوا ما شاء الله ما شاء الله. هذه اجواء رمضان في ولاد برهم، رانا في اجواء رمضان في ولاد برهم، نهار 7 تاع رمضان 1445. والكليون تاعنا هو راهم، الله يبارك لا جونيس تاعنا. كلمه صغيره على زبابي هذه، كلمه صغيره. والله يا الحمد لله يا ربي، بنا وسومة وتعامل ورحمة ربي. يعطيك الساعة خويا، يعطيك الساعة. وكلمة صغيرة على شهر رمضان. كلمة صغيرة على شهر رمضان. يا خويا صحة رمضانكم، وإن شاء الله ينعاد علينا بالصحة ولهنا. آمين. وما تقلقوش بعضكم، والدنيا راهي كاينة والأسعار راهي لاباس عليها. هاي لاباس عليها الأسعار، نشوف فيها لاباس. نشوف فيها لاباس. هاي. الحمد لله. هذه زلابية تاع ولاد برهم، الله يكرمك. حنا واش نقول لكم؟ حنا نقول لكم صحة فطوركم، صحة سحوركم، وانا ان شاء الله نزيدو نوليو، نوليو لهنا ونزيدو نديرو فيها فيديو واحد اخرى في اجواء رمضان، في اجواء رمضان 1445. ان شاء الله صحة فطوركم. تزادا. وان تو تري فيفا لالجيري. هكا هو في محلات، محلات كيفك مسامي؟ عند بشير. 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 اي والله محلات بشير. ريستورا دي ريستورا وقيلة. ريستورا تاع بشير. كيما راكم تشوفوا الدنيا زاهية باهية. وعنده كل شيء، عنده شربات، عنده دجاج روتي. شفت راه دجاج روتي بعد، ترى اللون شوفوا ترى فوالا. هاو دجاج روتي، خلي كيما راه، خلي كيما راه يدور. فوالا نزوميو باش الناس تتفرج. هذا كل شيء في ولاد برهم، هذه الدنيا هذه وكل في ولاد برهم. الحميس، حلويات. واش راك يا حبيبنا؟ كلمة صغيرة الناس راهم يتفرجوا فيك. رمضان مبارك، كل عام وانتم بخير. صحة فطوركم. زيزو هاروحش. هاو لي جون تاعنا، تحب تهدر اهدر، تحب ما تهدرش ما تهدرش، نورمال. بس انا نفيلميك. وياكل في رمضان، وياكل في رمضان، وطفلة ثاني. صحة فطوركم. ديديكاس ناس ولاد برا. استعرف بك، اي راه هادي الرجالة اللي يديروها، غير الرجالة اللي يديروها هادي. هاك تشوف، ها درناك موفمون صغير عندك تا. روح ديرك شويه حميس دير. ما انا واش شريت؟ الحشيشه. هايا والاخرى يدرك في وجهها زعما. هذيك في الميتك. كيف مارات يا خويا الفولفو تاعي؟ واش راكم بخير؟ الحمد لله بخير الحال. والله تبارك الله عندنا بلاد براهم،
الله يبارك وي ها ها واش نقولوا وجيت تحففه صح رمضان ويعرف يحفف هذا ولا ما يعرفش ها والله غير يدز برك انا نشوف يوم انا والله يضحك والله ما على بالو او ديجا دير لك كتري هنا من لورا دوري جينا وهذا واش واش راكم خير صحاب واش راكم خير هذه اجواء رمضان في راس في بلاد ابراهيم هذا واش حفظتوا مليح ولا ما حفظتوش مليح؟ ما حفظتوا مليح يا شيخ والله غادي او دم الساعه شيخ ما ما يدي الساعه دم ما يسيحش ما يسيحش ان شاء الله هادو ما يكونيكتيو هذا المهم هذا المخلوق وصايم على الناس المهم المهم كش ما يقلقوا واحد ينوض فهم فهم هذا راه يكونيكتي واش راكم بخير صافا الحمد لله السلام عليكم هادو عاقلين هادو هادو عاقلين ما يقولوا والو بس عايش حمولي واش راك بخير اوليدي صافا عرفتني ما عرفتنيش ما عرفتنيش ها مزت دخل فؤاد دخل فؤاد يوتيوبر كبير في في راس الويد يا اخي بصح رمضان عايش كيف حمولي هذه اجواء رمضان يعني ناس تروح تحفف واحد يقضي واحد يبيع واحد هكذاك كاجواء واحد يروح يصلي واحد كل واحد كيفاه وشيواه ما تنسوش الفقراء شيء تقدروا عليه عونوهم وخلاص هذا هذه شيء ميساج هذه مش غير من عندي يعني الناس الكل تهضر فيها الناس اللي ما عندوش وهذاك عاونوه في الشيء اللي تقدروا عليه وخلاص واش نقول لكم انا نقول لكم السلام عليكم وصحتكم اون جينيرال وتحيه ولاد ابراهيم تعمل المحل هذا عزاني 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 معروف عندنا طبيب عزاني فيه تاعكم هذا طبيب تاعي هذاك خاص والله غير خاص تاعي هذا طبيب تاعي هذا رقم عزاني هنا راه مخلطها بكل شيء خلطها تمر الحم ما فهمتها والو المرقاز شوف حسن شوفوا يا جماعه المرقاز بوراك غين بقره الحشيش دقله الجيج ولا الكازوز ما نحكيكمش الكازوز واش عنده الكازوز واش عنده الكازوز واش عنده الكازوز في جدارات يا والدنيا والله الله يبارك زعتر ورا زعتر كاين زعتر كاين زعتر خلاص واش راكم على رمضان هذا كلمه صغيره على رمضان والله ربيع رمضان مبارك ان شاء الله صوموا في الصحه انا يعطيك الصحه وانت اخويا واش نقولوا انت فرحت كي شفتني ها نعرفك تعرفني وفرحت يا لبيبي يوم البارح تلاقينا في جامع الفتح اي صلاة التراويح اه كنت فم كنت فم كنت كنت من برشا ها ليلة ركنا في الجمعة لا 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 ها مش ليلة بعد يامات اني نونسي اون ديريكت ونهضر عليه فهمت نقول لكم واش من نهار نجي يا خويا تسمى ما نقدرش نجي انا لازم تكون انتم على بالكم وقتها نجي انا مرحبا بك هنا في بلاد البارح يا صح وعنده وعنده الحليب وعنده الشربات وعنده الشربات الحليب عندك كاش الحليب كاين البن برك وين فايصل تلقى كل شيء من الجزار الخضار والله غير كل شيء هاي الجزار الخضار كان كاري ملتي ملتي ها وكان كل شيء ها فراولة او دي من العشب الشجرة هادي تاني تاعو هادي اهلا بك البنات واش راكم جيت تشرو لي جوية لي جوية العاب الحليب قالك ما كانش قالك ما كانش خلاص الحليب هاني نصور جيت تشري الحليب وخلاص الحليب واش البرهيمية لاباس خير واش من سنة تقراي رابعة وانتي تحضيري الله يبارك وانتي رابعة الله يبارك سنيك وراهم نطارو والله مازالو مازال ما طاروش سنيك مازالو هيا السلام عليكم صحة فطوركم هاي هيا ختام معك تا الختام الختام بالصحة والهنا بارك الله فيك كل عام وانتم بخير بلا مزيه بلا مزيه جوجو الحليب هذا واش نيا بنياتي هذيك الحليب واش راكم بخير لاباس بخير صحه لاباس لاباس رانا نهضروا معاك ولا ما نهضروش معاك واش راكم بخير واش راك لاباس هاي عطينا حاجه قلنا على شهر رمضان برك شهر بركه رمضان شهر بركه وانت واش تقولي لنا طب شهر مليح يعني فيه البركه فيه التوبه اي والله يعطيك الصحه بنت عايش هيا توجور في اجواء رمضان في ولاد ابراهيم ها معهم صاب لي بورطابل هذو
واش راكم بخير؟ لاباس صحه؟ لاباس بخير والله لاباس الحمد لله. رانا مع شهر رمضان. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. واش راكم بخير؟ والله لاباس. انا جيناكم في شهر رمضان هذا. انا جيناكم. اهلا بك. واش راك بخير؟ لاباس بخير صافا. صحتك لاباس. واش راك داير فيها؟ واش راك داير فيها؟ انا ما خلاص راك بخير. والله لاباس الحمد لله. بنتي واش راكي بخير؟ الحمد لله. أنا توجو في المحلات، أنا في ولاد براهم. شو قلتوا؟ براهم تشوفوا راهي الحالة راهي منورة. الحاج واش راك؟ بخير لاباس بخير. واش راك مع شهر رمضان هذا؟ والله البراءة مليحة فيها كل شيء، حاجة ما تخصكم. هاي بصحة صح. واش راك اخويا؟ واش راك اخويا؟ لاباس بخير صح. واش راك مع رمضان هذا؟ أنا توجور في ولاد براهم كما راكم تشوفوا. وصحة سحوركم، وما تنساوش خاوتنا في غزة وخواتاتنا، ربي ينصرهم إن شاء الله. يعطيك صحة بنتي. وأنت واش تقولي؟ قولي صحة فطورك. قولي صحة فطورك. إيه تحشم تحشم تحشم. هاي غدوة رمضان اليوم رانا في لافارماسي الطباخي عصام، هذاك هو طباخي عصام. هاي لافارماسي الطباخي عصام هذه في ولاد براهم كيما راكم تشوفوا. رانا في اجواء رمضان والناس الكل تخدم، ناس نحبوا ناس تخدم وناس تقوم يعني بالخدمة وبالعبادة وبالصلاة. واش هكا حبيبنا؟ كلمة صغيرة على شهر رمضان. صحة رمضان إن شاء الله ربي يتقبل من صلاة الأعمال. آمين 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 رب العالمين. وأنت واش تقولي لنا؟ شهر رمضان في شهر رمضان هذا واش تقولي لنا؟ قولي صحة فطوركم، صحة سحوركم. صحة فطوركم وصحة سحوركم وربي يقبلكم وصلاتكم وربي يقبلكم صومكم. يعطيك صحة. وأنت؟ شفت كل هضرة زينة صغار يعرفوا يهضروا. وأنت؟ صحة فطوركم. أها هيا بنتي هذا مكان. هيا صحة سيدي.